أخبار اليوم. خلينا نقدر نقول إن الشباب الشباب قدروا يعملوا حاجة. الشباب بيعرفوا ينظموا activities. الشباب بيعرفوا يحطوا كمان حاطين academic content كويس. طبعاً بعد مراجعة الأكاديميك كونتنت من الكلية ومن الدكاترة وكده، بس هي الفكرة ان هم عرفوا يعملوا ده، عرفوا ينظموا نفسهم، عرفوا يعملوا ايفنت، عرفوا يجيبوا سبونسرز. هم شايلين النموذج from A to Z، وده في حد ذاته انجاز. الحقيقة احنا كلية بتضم حوالي 3000 طالب، وعندها 22 نموذج و3 مبادرات. ده عدد كبير جدا ان احنا نديره، لكن احنا قررنا انه الكلية تكون واحة لحرية الرأي واحترام الرأي الآخر. وعلشان كده بنلاقي ان الكلية جاذبة لجميع الطلبة في كليات مختلفة، سواء في جامعة القاهرة او غير جامعة القاهرة، بيجوا يطلبوا انه يكون لهم مبادراتهم او نماذجهم داخل الكلية. بنعتذر ليهم لانه انا في الاخر محكومة بقدرة ادارية وبقدرة مكانية، ما تتسعش ان احنا نستوعب 230,000 طالب في جامعة القاهرة. ومع ذلك كل النماذج عندنا بتضم طلاب من كليات اخرى بل من جامعات اخرى. فدي الحقيقه لازم نكون كلنا فخورين بان في واحه في جامعه القاهره بتمثل الحريه اللي كلنا بنشتاق ان احنا نمارسها في حياتنا. احنا مؤسسه اسمها القيادات المصريه للتنميه على رئيس مجلس الامناء، ويمكن هي الابريفيشن بتاعها ليد او ليدرز ايجيبشن اسوسيشن فور ديفلوبمنت. ليه القيادات المصرية للتنمية؟ لما اخترنا الاسم كنا نقصد مين بالقيادات المصرية للتنمية؟ ليه الاسم كبير؟ بس انا عايزة عشان يوصل للشباب، هم القيادات المصرية للتنمية مش المؤسسة، لان كل شباب بنشتغل عليهم هم الجيل اللي احنا عايزين ننمي بيه. ويمكن ده ساعتها انا جايه النهارده عشان اساند حكام الغد اللي معرفتهم في التلفزيون، كانوا طالعين يتكلموا عن المبادره. احنا كمان بنشتغل مع مبادرات على تغيير الفكر. قلت لكم هتكلم معاكم النهارده في ال10 دقائق اللي متحدده لي تغيير الفكر. مطلوب من حضراتكم كحكام غد مش تشتغلوا يمكن سبورت للدكاتره اللي سبقوني بالكلام، عايزين يبقى ريال على ارض الواقع. التشبيك مهم جدا مع المؤسسات والمجتمع المدني، وده سبب وجودي يمكن النهارده ان احنا بنحاول بقى من خلالكم ان شاء الله تتشبكوا معانا كمان كمخرجات عشان تكملوا باللي اتعلمتوه وتطوروا معانا في افكار جديده كمجتمع مدني. مؤسسه معك للسلام والتنميه وحقوق الانسان هي مؤسسه اهليه مشهره تبقى لقانون 84. احنا بنعمل في مصر من 2005، اشتغلنا في اكثر من مجال. يمكن بنشتغل على التحول الديمقراطي ومتابعه الانتخابات والمشاركه السياسيه، اشتغلنا على الحكم الرشيد ودعم اللامركزيه وجوده الخدمات العامه التي تقدم للمواطنين، اشتغلنا على السلام المجتمعي والحوار ودعم الفئات المهمشه، واخيرا اشتغلنا على الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان. يمكن الشباب والمراه جزء كبير من انشطتنا، وفي كل المشروعات احنا بنركز على الشباب وعلى المراه. شاركنا في اكثر من نشاط خاص بالجامعات، يمكن اخرها كان جامعه حلوان. بنستقبل متدربين من كليه الخدمه الاجتماعيه بيتدربوا عندنا في المؤسسه، وبنوسع نشاطنا في اكثر من جامعه. انا بعتقد ان العلاقه بين الطالب والاستاذ هي اهم بعد في العمليه التعليميه. انا عايز اقول ان كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه فخوره بطلابها، طلاب الكليه هم طلاب يمثلون افضل ما انتجه النظام التعليمي في مصر. و انا شخصيا بخصص ربع ساعه على الاقل في محاضرتي للمناقشه مع الطلاب. لا انظر الى العمليه التعليميه على انها عمليه توقيت في اتجاه واحد من جانب الاستاذ في اتجاه الطلاب، وانما بحرص باستمرار، وطلابي إذا كان منهم أحد في السنة الثالثة في كلية الاقتصاد يعرف هذا تماما، وبطلب من الطلاب وهم بيناقشوني أنهم الأول يبدأوا بطرح أسئلة أو تعليقات حول ما قلت في المحاضرة، إذا ما كانش يبقى حول المنهج اللي إحنا بندرسه، وإذا ما كانش يبقى حول أي قضية عامة يروا أنها تفيد أن يحدث حولها نقاش بين الأستاذ والطالب.